رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان. تتوب على عبد يتوب. كنت بعيد كل البعد عن الإسلام عن الدين. تندما لما عرفت الجمعية الإسلامية الأحمدية رجعت 180 درجة، تحولت إلى إنسان صالح والحمد لله رب العالمين. وأنصح كل واحد إنه يتبع هاي الجماعة ويركب في سمينة الإمام المهدي عليه السلام. كبير المعاصي كبير المعاصي عند عفوك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رحلة الإيمان. رحلتنا اليوم مع الأخ نمر عجوة. إحنا اليوم هون في مسجد الجماعة الإسلامية الأحمدية في الكبابير، مسجد سيدنا محمود. خلونا نتعرف على نمر ورحلته مع الجماعة الإسلامية الأحمدية. أبو حسن نمر عجوي، يعطيك العافية. الله يبارك فيك. عرفنا وعرف المشاهد أكثر مين هو أبو حسن. أبو حسن هو نمر عجوي من السموع الخليل، متزوج، عنده 4 أولاد، بيشتغل بلاط، مهنته بلاط. كم عمرك أبو حسن؟ عمري 40 سنة. يعني صرت أنصار السنة. إن شاء الله آخر السنة بصير أنصار. إن شاء الله، يعني آخر سنة في الخدام. إن شاء الله. أبو حسن، إحنا اليوم نتعرف على رحلتك، رحلتك للإيمان، رحلتك لمعرفة الجماعة الإسلامية الأحمدية والانضمام لإلها والإيمان بسيدنا أحمد عليه السلام، إمام مهدي المسيح موعود. فأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أول شيء احكي لنا عن نمر قبل الجماعة الإسلامية الأحمدية، كيف كانت حالتك الدينية الروحانية قبل الجماعة؟ قبل الجماعة كنت طبعا لا صلاة ولا عبادة. ما كنتش راضي عن حال المسلمين بشكل عام. يعني أخلاق المسلمين، أطباع المسلمين، أفعال المسلمين، وقلت ما جيتني على الآخر. كنت دائما أقول في شيء غلط. وكان أكثر شيء شت يعني تفكيري لما كانوا إنه يحكوا لنا شغلات عن الدين والإسلام والمسلمين، إنه في المرتد يقتل. طبعا هي كانت مش داخله راس الشغله تاعي، كانت تجعلك تنفر من الدين. عيسى حي يرزق في السماء وبده ينزل اخر الزمان. يعني هاي شغلات كانت مش يعني عده اسئله كنت يعني ادور دائما لها على اجوبه. وهاي اهم يعني اسئله كانت عندي، انه صعود عيسى الى السماء والمرتد ليش يقتل؟ اذا ما دام المرتد عن دينه ليش يقتل؟ يعني ما كنتش إنسان متدين، كنت بعيد عن الدين كل البعد. كل البعد. لا يوم التقيت بنور أبو عرقوب من دور الخليل. وحكى لي عن الجماعة الإسلامية الأحمدية، عن الإمام مهدي عليه السلام. بأي أجواء التقيت فيه يعني؟ كنت أشتغل ببيت عند نسيبي في عراد. وقبل ما ألتقي بنور، نسيبي حكى لي إنه في واحد بيشتغل عندي هان حجر من الجماعة الإسلامية الأحمدية، ودير بالك يعني منه. تتعرف عليه ويلف عقلك وتصير معهم وتصير أحمدي. هذا حماك. حماك بحكي لك. لا نسيبي أخو مرتي. وأنا هيني وصيتك وانتي حر، قلت له توكل على الله. حكى لي إنه إحنا جماعة الإمام مهدي عليه السلام، بنأمن الإمام مهدي عليه السلام. محمد صلى الله عليه وسلم قال إنه في إمام مهدي مسيح موعود بده يظهر آخر الزمان. بقول له يا زلمه طيب الامام مهدي المسيح موعود، ما هو عيسى بده ينزل من السماء. قال لا عيسى مات. بقول له كيف مات؟ كل العالم بتقول لك عيسى في السماء، كيف مات؟ يعني انت مش مقتنع انه بالسماء، بس بدك تشوف شو ردت فعله، شو الرؤيه البديله يعني. اللي عنده. ونور بقول لك لو بقول له ربنا بقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما دام انها خلت افنيت وابيدت، يعني فيش أنبياء قبل محمد، خلص ما ظلش حدا، كلهم ماتوا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. بعد محمد، نعم، قبل محمد خلص. اللي يعني كانوا اللي جاءوا قبله ماتوا قبل، توفوا. يعني توفوا براحه. الحين
قال لي في بقول له طيب شرح لي طبعا كيف مناهج الجمعية الإسلامية الأحمدية، شو عقائد الجمعية الإسلامية الأحمدية. نور قال لي في جلسة إن إحنا بتصير كل سنة في كبابير في حيفا، أيوة، وبتقدر تيجي هناك وتشوف تتعرف على الجماعة، و وانت خيركم من السمع للقول، فانت بأحسنه وانت حر. قلت له ما هو كذلك، اجيت على نور الحين قال لي انه المرتد فيش قتل في الاسلام، عيسى ابن مريم مات وشبع موت. لما حكى له الحكي حسيت انه في شيء صح يعني في اللي حكيه، وقال له بتيجي علينا بشوف في انه طيب. في لنا جماعة في حيفا بتتعرف عليهم وبتكمل تمام. وانت حر يا بتتبع يا بتخليها بتروح يعني ما دخلش خلاص. بعدين كيف جيت هون على حيفا وحضرت الاجتماع؟ حضرت الاجتماع اي سنة؟ في 2012 تقريبا. 2012 حضرت الاحتفال السنوي، الجلسة السنوية في الكبابير. ايش النقاط الزاوية، احجار الزاوية هيك اللي اثرت فيك فعلا وخلتك عملت لك هزة يعني من بعد ما حضرت الجلسة؟ كيف اخلاق الجماعة، كيف برضو شدت اكثر شيء يعني انبسطت منه انه كيف خدام في الجماعة، كيف تخدم يعني ما بروح عطاء، بروح عطاء يعني مش زي مثلا ما يكون ما كنت اروح عند حفلات المشايخ انه الصغير لازم يشتغل والكبير لا، فهمت يعني الكبير الشيخ بضل قاعد والصغير لازم هو اللي يخدم، هذا ما يقدرش عند الجماعه انه الكبير صغير بيشتغل كله، النظام اللي عندهم الترتيب. قلت هاي بالصحه، هاي الاخلاق الاسلام، هذا الاسلام الصحيح. عرفت؟ طيب بعدين كيف وصلت لمرحله انه قررت انه انا لازم ابايع؟ يعني شو الموقف اللي صار، شو الحديث اللي صار بينك وبين نفسك في اللحظه اللي قررت فيها انك تنضم لهي الجماعه وتبايع؟ يعني هاي مسؤوليه كبيره، يعني انت تنتقل من اللا دين، من عدم الالتزام الديني، فيش صلاه فيش صيام فيش ايمان سكر خفيف، تنتقل لانك تنضم لجماعه الامام مهدي والمسيح الموعود، هاي نقله يعني نوعيه كبيره في حياتك، كيف قررتها باي اجواء؟ طبعا في انا ما حكيت لنور انه قلت له انا يعني تبع الشغلات هاي يعني بقدرش من يوم في يوم وليلة أصير مسلم وأصلي وأصوم أصلح كل أموري، أصلح الأمور كلها. حكى لي إنه أول شيء بتقدر تصير تصلي، وبلاش تصلي يوم يوم، صلي تدرج يوم. يعني يوم يومين وفرض فرضين في اليوم وتدريجي، كل ما ارتفع عندك درجة الإيمان كل ما خفت عندك المعاصي، يعني قديش برتفع عندك الايمان بتخف عندك المعاصي، فبتصير درجه درجه. اما ما بقولكش انه فلت كل شيء وتعال على طول، هذه انه اللي بفوت دغري بفوت على السريع بيطلع على السريع، يعني مش راح اذا ما كنتش متاكد وعلى يقين على انك هذا الطريق الصح بتمشي يعني فيها. تستعجلش تستعجلش في تستعجلش بشكل تدريجي هسه تقدم. اميرنا سالت اميرنا ابو صلاح بقول له، قال لي فيش احسن من الاستخاره، بتستخير صلي واستخير وشوف ربنا، يعني حط خط وقفنا عن كل شيء، بدي اسبوع اسبوعين ثلاثه اربعه اصلي كل يوم، اقوم ايام الليل وبلاش اصلي في اليوم، صلي استخاره وشوف ربنا، الا ما دام انك بتدور على الحق الا ربنا يهديك. وبالصح بلشت تدعي، ادعي اصلي كل في الليل، اقوم اصلي ركعتين وادعي انه ربنا يهدينا الطريق المضبوط. بعد بثلاث اسابيع شفت الخليفه في المنام. شفت الخليفه، كنت قاعد انا الخليفه الخامس يا دكتور، الخليفه الخامس. شفته في المنام، شفت كنت قاعد انا واخوي مصلح وعايش ورفيق ابن عمتي الاربعه، وفات علينا هنا قاعدين في جلسه يعني زي هيك، وفات وانا بقول لي نمر انت احمل العصا هاي وهمي بيطلعوا وراك زي هيك. الله اكبر. قبل انا ما بلشت في الاستخارة، وأنا في الاستخارة حكيت مع رفيقي بن عمتي، رفيق أبو خلف، بقول يا خال في هيك جمعت عن جماعة سمية اسمهم جماعة سمية الأحمدية، شو رأيك فيهم؟ بقول لي يا خال هذول أنا سمعت عنهم زمان، جواسيس لبريطانيا
وبدعوا فينا ببعد محمد ونسك منهم تتبعهم مش. فأقول له طيب خال بس أنت افحص شوف. قال لي أنا بشوف وبرد لك خبر. بعد أسبوعين رن حكى علي رفيق بقول لي يا خال أنا فحصت شوفت وكتبهم قريت كتب إلهم وأنا رايح أبايع بدك تبايع معي. طلعت أنا ورفيق وعايش ومصلح أخوي وبايعنا في نفس اليوم في الأربعة مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. معناها تحققت الرؤية بأنك أنت أيوة. أنت مين دلهم على الموضوع من دلهم صاحب الموضوع. العصاية صاحب صح. الراية يعني من قدتهم لهذا البيع. هذا هو بالضبط ونفس اللي كانوا معي في 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 الرؤية هم اللي بايعتنا وياهم في نفس اليوم يعني. طيب أبو حسن تعال نتمشى على البلاطات اللي بلطهن. لا إنساني خلينا نكيف ونروح للمسجد جوا مسجد الجماعة السامية الأحمدية في الكبابير ونكمل حوارنا هناك. يا محسني أثني عليك وأشكر فدا لك روحي أنت ترسي ومأزر. أبو حسن أهلا وسهلا فيك مرة ثانية بهذه الحلقة. وصلنا في رحلتك لمرحلة لما بيعت وكيف قررت تبايع بناء على رؤيتك لحضرة أمير المؤمنين في المنام بعد دعاء لأيام طويلة وأيضا بيعت الإخوة اللي شفتهم إخوتك وقريبك اللي شفتهم في المنام بايعوا معك في نفس اليوم نفس اللحظة. الآن أحكي لك إيش التغيير اللي خلقوا أو خلقتوا البيعة في نمر بعد البيعة؟ يعني إيش الفرق بين نمر قبل البيعة نمر بعد البيعة؟ نمر قبل البيعة كان نمر الشرير. الحين نمر بعد البيعة اتغير طبعا. سلوكه في الحياة تغير. سلوكه للدين يعني رجع للدين. احنا نقول بلاش نقول اما 90% عرف طريق الاسلام طريق محمد صلى الله عليه وسلم بعد شتات عظيم كان. ابو حسن كنت حكيت لي مره عن رده فعل والدك الله يرحمه على بيعتك واللي بين منها قديش انت كنت بعيد عن الدين وبين منها لاي درجه والدك كان نفسه انك ترجع للدين وانه شايف هاي مهمه مستحيله. لما قررت اني ابيع الجماعة السامية الأحمدية طبعا سألت ابوي هذا السؤال. بقول له يابا انا لقيت جماعة هيك جماعة الإمام المهدي والمسيح موعود عليه السلام اتباع محمد صلى الله عليه وسلم حق وبدي اتبع هذه الجماعة. فسألني انه يعني الصلاة وصوم حكيت له كل شيء يعني صلاة صوم عبادي والاكثر شيء انهم يعني بعدين كثير عن كذب المشايخ الموجود اليوم يعني اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لما بقول محمد صلى الله عليه وسلم بكونوا كلمه حق يعني بنقولهم. فصار اللي زي ما قريبنا في الاردن اللي من هان هذول جماعه كفره هذول مش عارف ايش تخليش يتبعهم يرجع لطريقه الاولى ولا يتبع هذه الجماعه يعني طريقه الاولى البعيده تماما عن الدين ولا يصير احمدي. فابوي قال لهم انه الجماعه اللي رجعت نمر يصلي وخلت نمر يصير يصلي خليه معها ويروح معها. الله وبفضل ربنا الحمد لله رب العالمين بايعنا وكملنا رحلة الإيمان. مين كمان بحياتك اليومية من أصدقاء من عائلة في موقف معين يعني أعطاك ملاحظة أو شهد إنه نمر تغير؟ في أصحابي اللي طبعا كثير في محل ما كنت ساكن في عراد الجنوب انهم عراد هي بس للسادة المشاهدين يعرفوا عراد هي في منطقة الجنوب فلسطين في منطقة صحراء النقب ولما تبعت يعني رجعت اصلي اصوم انقلبت 180 درجة. فكانوا كلهم مستغربين يعني انه كيف بيحكوا عن الجماعة السامية الأحمدية انهم كفرة وكيف رجعوا نمر من كافر خلينا نقول من كيف هذول الكفرة خلوا نمر يرجع من كافر لمؤمن لمؤمن ويعني قلبوه 180 درجة. إذا في حدث بذاته بتحب تحكي لي إياه احكي لنا يعني بذاته شو صار شو حكى فلان شو حكيت يعني مثال واحد
واقعي. مثال واقعي هو يعني اكثر شيء نسيبي اللي هو عمي ابو مرتي، انه لما بصيروا يحكوا على الجماعه، على الجماعه الاسلاميه الاحمديه، وبقول لهم انه يعني كيف نمر كان وهيو كيف صار، ف يعني وين عن ايش تحكوا، عن اي كذب الجماعه الاسلاميه الاحمديه، عن انها زي ما بتحكوا الجماعه الاسلاميه الاحمديه جواسيس، فكيف قال ابو نمر من واحد شرس خلينا نقول لا انسان صالح. يعني حتى كمان شغلات لما بتعمل لك شغله بالغلط، اللي حواليك اللي الناس بيقول لك انت يا الاحمدي، في يعني بينتقدوك انت انت يا الاحمدي، يعني انت اللي، طب في اعترافهم انه انت يا الاحمدي، انت يعني هذا اعتراف، يعني انت مستقيم مسطره، انت المستقيم المسطره، كيف تعمل غلط زي هيك، فهمت؟ بسيط هالشكل. يعني هذا اعتراف ضمني منهم انه الجماعه الاسلاميه الاحمديه، افراد الجماعه الاسلاميه الاحمديه بتميزوا باخلاقهم وسلوكهم الايجابي. تمام، بارك الله فيك. في كمان قصه حكيت لي اياها عن اخو لك اسمه ذيب، وهو توفى مرض عضال، وتوفى قبل ما تعرفوا ايش عن الجماعه الاسلاميه الاحمديه، وفي قصة معينة اللي غريبة جدا، احكي لنا اياها. كان لي اخو اصغر مني طبعا بسنة تقريبا، اصيب بمرض سرطان في العمود الفقري. الله طبعا يحب. قبل المرض كان هو يعني عنده كتب يقرا فيها ويعمل شغلات احنا ما كناش نعرف عنها، حتى وصلت فيه للبلد انهم يقولوا ذيب صار شيعي. بس انتم مش مهتمين في الموضوع ولا عارفين يعني حقيقه. احنا لانه يعني في عندنا يعني شغله انه كل واحد حر فيه، يعني شيعي سني مسيحي، يعني كل واحد حر ما دام انه عمره خلينا نقول 25 سنه 40 عارف مصلحته وعارف الطريق الصح يمشيها، فما دام مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه، ما دام انه صار شيعي مسلم سني ما فيش يعني هذاك التشديد كان على انه يعني الحريه الدينيه، الحريه الدينيه انه لازم انت تكون هيك وهيك، وعلى ما تمشي على مبدا العيله وكيف العيله، يعني لان ودليل على هذا اني انا كنت ما متمعش ولا لا دين ولا اسلام ولا مسلمين ولا مشعل. فلما طلعت الاشاعات هاي وقلنا هو حر، صرنا نساله يقول خلي العالم تحكي زي ما بدها، يعني انا بعنيش العالم شو بتحكي عني ما دام انه عارف حالي شو انا، بعنيش فيهم. فلما صار معاه المرض هذا وتوفى الله يرحمه، بعديها بفتره لقينا في شنتي له كتب. هاي الفتره كنتوا عرفتوا عن الجماعه ولا لسه؟ بعد ما عرفناها الجماعه فشفت الكتب انا ولقيت مكتوب عليهم الامام مهدي عليه السلام، مسيح موعود، احمد مرزا غلام القادياني. في شنطه كانت له، كان خليش حدا يقرب عليها، حدا يقدم عليها، ولقينا هاي الكتب في الشنتي. الحين لما شفت انا الكتب قريت، بس ما فهمتش شيء، يعني شو بعرف انه في امام مهدي وفي مسيح موعود عليه السلام، بس قلت لما يجي ويمكن هاي الكتب اللي يعني بنشرها المشايخ وبوزعوها مشان يعني لما يجي لما يجي يكون يعني الناس تجهز حالها عشان كيف تستقبله، او يعني وين بده ينزل، وين نروح نستقبله، وين حسب مكان الخرافات اللي يكون اياهن، انه بيجي على براق وبينزل برفرف يعني على جناحين ملك، جناحين ملك وما تدريش وين نازل، ينزل في اللد الفلسطينيين، اللد الفلسطيني وباب لد، وانا فكرنا انه لازم نروح نتجمع في اللد نستنى هناك لما يجينا هناك ويسلم علينا طيب فبعديها لما عرفت الجماعه اللي اسمها الاحمديه، تعرفت على الجماعه، فهمت شو كان الكتب هذولا اللي، وفهمت شو قصه ذيب انه شيعي، وكيف يعني طلعت كان يحكي انه مع اصحابه عن الامام مهدي وكذا، فكروا شيعي ما فكروش، ولا احنا طبعا كنا عارفين انه احمدي كاين احمدي او عنده يعني ما حدش بيعرف انه كان احمدي بايع في قلبه ولا لا. ايوه بس انا اشك انها كانت بيعه في قلبه، يعني مش نعم بارك الله فيك. طيب أبو حسن، بعد ما بايعته أنت وأخوتك وقريبك، صار في ردود فعل سلبية، صار في نوع من المعاداة، من اضطهاد، من المقاطعة من قبل المجتمع، شو كانت ردة فعل أول شيء أسرتكم الصغيرة، بعدين القرية، المجتمع بشكل عام؟ على مستوى قرية ما كانش فيه أي تأثير، يعني غير أنه بس حكي، يعني أنه أحمدية ومش أحمدية
يعني ما كانش اي تاثير على حياتنا طبعا اليوميه، ما كانش اي كان في تاثير، مش تاثير اما يعني حكي كثير من قرايب ان عمي واولاده في الاردن اللي هم من الاصل اخوان مسلمين في الاردن حاولوا يأثروا على اهلك وتابعين طبعا لحماس وبشدوا كثير لحماس ولا في من، فكانوا هم ضد يعني اكثر ناس تقريبا هي اللي في قصه معينه صارت بينت قديش الناس هاي مستعده تتخلى عن اي خلق معين في مجال معاداة الاحمدي. يعني مثال معين اللي حسيت فيه قديه الناس اللي بتعادينا بتعاد الجماعه الاسلاميه الاحمديه بدون منطق بدون عقل، وقديش هم مستعدين يتنازلوا عن مبادئهم في سبيل معاداتنا. المهم يطلعونا غلط، المهم يشوهونا، المهم يكذبوا علينا، مش مهم. هاي في إنا شيخ جار إنا هو أكثر واحد يعني انتقد الجماعة ومستعد يتخلى عن كل شيء، المهم إنه إحنا إن نرجع عن الجماعة لحد إنه قلنا روحوا اتبعوا داعش ولا اتبعوا الجماعة الإسلامية الأحمدية. وهو نفسه الشيخ يعني كان هو كمان شيخ يأذنوا بالجامع اللي عندنا لحد بيتنا، ويوم اتكاتل يعني سبقوا الشيخ الثاني على الأذان، أجى اتكاتل هو وياه وحرد عن جامع طلع يفوته. فقلت له يا شيخ أنت ما دام إنه بيت ربنا هذا الشرط هو مشان هذا، لما كانوا قلنا أنتم بتطلوش وراء المسلمين، يعني أنتم الجماعة الإسلامية الأحمدية بتطلوش وراء إمام مش أحمدي. وراء إمام مش أحمدي. فقلت له يا شيخ إحنا يعني عندنا سببنا المقنع، سببنا يعني المقنع اللي هو الإمام مهدي عليه السلام، قالنا إنه اللي بكفرونا العالم اللي تكفرنا إحنا ما نصليش وراها، فهمت؟ أما أنا أكون إمام أنت بتصلي يعني وصلي معك وفيش أي مشكلة، بس أنا أكون الإمام، أما إنك أنت تكون إمام ما بصليش وراك. أما أنت يا شيخ اللي كيف بتقول أنتوا أتباع محمد حق صلى الله عليه وسلم وبتأذنوا في نفس المسجد أنت والشيخ عيسى عشان أنه سبقك يوم وأذن قبلك بطلت تفوت الجامع، فانت شو بت يعني شو بتبرر الحفرة اللي حفرها لإلنا يعني شو بتبرر انت موقف يعني موقفك هذا وعملتك يعني هاي انه ما تصليش. طيب ابو حسن في الاخر حكي لنا عن تجارب لك يعني بعد ما صرت احمدي، تجارب روحانية سواء تجارب في الدعاء في استجابة الدعاء في تواصلك مع امير المؤمنين في مشاعرك، اي تجربة روحانية بتحب تطلعنا عليها معك بالسلام. في اكبر تجربه يعني روحانيه اللي هي صارت معي، كان عندنا ثلاجه بالبيت خربت وانا عندي المره يعني لحاحه يعني بدها ثلاجه، بصير اجيب ثلاجه ما في مش انه ما فيش اما ما كانش السيولين رحت اشتري ثلاجه جديده يعني فيش، فكنت كل ليله اقوم في الليل ادعي دعاء دعاء صلاه تهجد ودعاء لما كل يوم يعني اروح من الشغل الثلاجه، تقوم الصبح الثلاجه تري بيت الحلال دعاء ربنا خلي يسر امورنا، هي قالت ما احنا طول الليل طول النهار ندعي وفيش مش شايفين. زوجتك لازالت مش احمديه؟ لا لازالت مش احمديه ان شاء الله الله سبحانه وتعالى. فلما يوم كنت انا يعني طلعت من البيت اشتغل وهي كانت مروحه على البيت، لقيت واحده من الجارات بتقولها انه في جار نهان في عنده ثلاجة وبده يبيعها 200 شيكل. الحين حكيت معي وانا بقول لجارنا في عنده ثلاجة وبده يبيعها 200 شيكل يعني رحلوا وبده يشغل الثلاجة معاه وبده يبيعها 200 شيكل، اذا معك 200 شيكل تاخذها، ما كانش الا 200 شيكل في جيبتي. اجيت جبت ال 200 شيكل اشتريت الثلاجة روحت على البيت. فلما روحت بقول لها انه هذا كله بفضل الدعاء التهجد في الليل والدعاء يعني ما مرقش أربعة أيام وكان الثلاجة جادي بس، وشرحت لها إنه كيف يعني عند الجماعة الإسلامية الأحمدية أو إذا بتدعي ربنا ربنا لما بيقول ادعوني أستجب لكم بدك تدعي بحرارة، ما دام إنك تدعي بحرارة وأنت على يقين إنه ربنا حيستجيب الدعاء. وأنا بصح يعني لما كنت أدعي كنت بدي يعني اللي أكثر من هالثلاجة تيجي انها تهي اذا بقول تحل عني في في الالحاح وتحس في ضروره الدعاء ضروره الدعاء انه لازم ندعي بدل ما الح على العبد بلح على ربنا الح عليه لاني انا في حاجه فهمت وربنا راح يستجيب بالضبط. اذا كل شيء في الدنيا هو وسائل
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعي حتى يعني على النعل، كان يدعي على كل الأمور. فهي فعلا فيها رسالة إنه حاجتنا عند الله سبحانه وتعالى مش عند العبد، والعبد هو وسيلة فقط لتحقيق الحاجات. وفي كمان قصة برضه حصلت معي، كنت مضيع جواز السفر والهوية، وكنت بدي أسافر على قديان، على الجلسة في قديان، وأنا أدور على الجواز والهوية وما لقيتهنش. الحين لما اني اجيت سألت اميرنا ابو صلاح، بقول له اميرنا في يعني لليوم الاولاد بيقولوا لي، المره بيقولوا انه الجواز اجى معنا من اعراض على حيفا ومش لاقيين الجواز. وانا بقول لي دور وادعي وقول يا جامع الناس يوم لا ريب فيه رد لي ضالتي والا ما تلاقيه. وبالصح دعيت الدعاء هذا، وثاني يوم لقيت الجواز والهوية. انا بذكر هذيك الايام قعدت اسابيع عم تدور على الجواز، بس بعد ما حكى لي عن الدعاء ودعيت الدعاء هذا، بعديه ثاني يوم لقيت الجواز. سبحان الله. طبعا الساده المشاهدين، وحسن ابو حسن انتقل مع اسرته للسكن في الكبابير هون حول مركز الجماعه ومسجدها من حوالي سنه تقريبا او اقل شوي. كمان ابو حسن يعني اتيحت لك فرصه انك تبلط الساحة الكبيرة أمام المسجد، وكمان مشروع سيدنا مسرور، الساحات الخارجية في مشروع مركز مسرور اللي هو المركز اللي عم تبنيه الجماعة الإسلامية الأحمدية في هون في الكبابير كتوسعة للمركز، وسيحتوي على قاعات ومكتبات ومعارض ومكاتب إدارية أيضا للجماعة. احكي لي عن مشارك إنه أتحت لك هاي الفرصة، وإنك فعلا لما بلشنا الحلقة بلشنا وانت تشتغل بهذا الشغل. طبعا وذلك الفضل من ربي، بفضل البيعة واتباع الجماعة الإسلامية الأحمدية وتيسير الأمور. طبعا ربنا يسر لي أني أجي أنا وأشتغل ساحة الجامع، الجماعة الإسلامية الأحمدية في حيفا في كبابير. وبفضل ربنا برضو بسبب الشغل اللي جيت أشتغله في الجامع، نقلت انا ومرتي وبلادي على السكن هون في الكبابير. في الكبابير. وطبعا بعد ما بيعت يعني ما كانت ليش ولا رؤيه مع سيدنا مسرور أيده الله بنصره العزيز، بس بعد ما جيت برضه واشتغلت في المسجد، في المسجد شفت في الرؤيه حضره مرزا مسرور احمد عليه السلام في المنام وقاعد لنا في البيت. ومن ضمن اللي كانوا معنا في البيت هو الأستاذ أيمن برضو، كان في نفس الرؤية مع حضرة أمير المؤمنين أيده الله بنصره العزيز. بارك الله فيك أبو حسن، رحلة موفقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يثبتك ويثبتنا على الحق. آمين. ويقبضنا إليه وهو راض عنا، ونحن ثابتين إن شاء الله على بيعتنا ومؤدين لحقها. جزاك الله أحسن جزاء. أشكرك، وشكر موصول لكم مشاهدين الكرام حيث تابعتمونا في رحلة الإيمان هذه مع الأخ نمر عجوة أبو حسن. وحتى نلتقي في حلقة أخرى مع رحلة أخرى مع تجربة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحلتهم إلى الإيمان فريدة بفرادة الإنسان.